ذكرت لكم انه نحن هاي المحاضرة ان شاء الله راح تكون المحاضرة هاي المحاضرة حاليا ان شاء الله راح تكون مراجعة، تقريبا ناخذ 3 محاضرات او 4 حسب ما يكفينا الوقت، اللي هي عبارة عن مراجعة من المحاضرة الخامسة فما فوق، كون انه المحاضرات السابقة نحن اصلا مراجعيها، يعني المحاضرات اول 4، وعلى اساس 18/3 يمكن يتوقف الدوام، فبعد يعني ما بعد العطلة إن شاء الله، ما فيش قرب حدد العطلة صراحة، يمكن أسبوع، فبعد العطلة إن شاء الله نبدي نكمل محاضرات الكورس الثاني. بس مبدئيا بهذا الكورس توقفت محاضراتنا اللي هي كلها عبارة راح تكون مراجعة، يمكن راح ناخذ هالمحاضرة والمحاضرة القادمة، وبعدها راح تكون إن شاء الله بعد نص السنة، يعني بعد العطلة راح نبدأ المحاضرات الجديدة إن شاء الله. المحاضرة اليوم راح تكون عن الصوت واضح طلاب، لأن شوية مريضة، واضح تمام طلاب دكتور، الصوت؟ واضح تمام واضح تفضل دكتور، واضح. تفضل. اوكي، المحاضرة الخامسة اللي كان اخذناها، كان اخذنا المحاضرة عن الانتيبايوتكس. الانتيبايوتكس يعني مرينا علينا، اكيد كم مر عليكم همين باكثر من محاضرة وباكثر من مرحلة. الانتيبايوتكس هي عبارة عن مواد غالبا تكون مواد كيميائية مصنعة كيميائيا او مواد طبيعية تنتج بعض انواع البكتيريا وبعض انواع الفطريات. المواد هذه لها قابلية على قتل الخلايا البكتيرية. طبعا صنفنا الانتيبايوتكس حسب طبيعة عملها، تعمل على قسم منه، تعمل على الجدار الخلوي، قسم تعمل على غشاء السيتوبلازمي، قسم تعمل على الار ان اي او الدي ان اي داخل جسم الخلية البكتيرية، يعني حسب طبيعة عملها هالانتيبايوتكس هذه. بالإضافة لهذا صنفناها للانتيبايوتكس يعني اعتمادا على اما تكون انتي بكتيريال يعني قاتلة كيلينج بكتيريا، أو تكون ستوبينج جروث بكتيريا، فقط أتوقف نمو الخلية البكتيرية. بعد أن توقف نمو الخلية البكتيرية ممكن يبدأ عمل الجهاز المناعي ويحاصر الخلية البكتيرية ويؤدي إلى قتله. الأنتيبايوتيك حقيقة جدا موضوع واسع، وعندنا تقريبا 8 جروبات رئيسية من الأنتيبايوتيكس، وبعض أنواع الأنتيبايوتيكس أصلا ما مندرج ضمن جروبس معين. فالأنتيبايوتيكس بصورة عامة هي عبارة عن medicines that are used to treat infection caused by some germs such as bacteria or parasites. ما من الممكن تستخدم الأنتيبايوتيكس لعلاج الفنجاي أو لعلاج الفيروسات، وإنما الفيروسات لها أنتيفيرال والفنجاي لها أنتيفنجال. أنتيفيرال طبعا هي عبارة عن مواد كيميائية بالغالب ما لها علاقة بعملية قتل الفيروسات، وإنما تخفف من الأعراض اللي ينتجها الفيروس. أما الفيروسات بصورة عامة، تقريبا كل الفيروسات المتواجدة بالطبيعة ما لها علاجات خاصة بها، كون أنه من يجاوبني على هذا السؤال، ليش الفيروسات ما لها علاجات خاصة بها مثل البكتيريا مثل الفنجاي؟ من يجاوب طلاب اللي عنده جواب خليه يتفضل. صباح الخير دكتورة. صباح الخير، أهلا وسهلا. دكتورة، لأن ما نقدر نسوي لها كلتشر، يعني حتى الكلتشر يكون على تشو أو على، فصعب أنه نسوي لها لا لا السستبلوتي. لا لا لا، نقدر نسوي كلتشر للفيروسات، والفيروسات غالبيتها مو في زراعته، دكتورة بس السبب، زراعته طبعا على لا لا يعني ما أقدر، سيل. دكتورة لأن تدخل داخل الخلية. لا، سبب آخر، حتى داخل الخلية عندنا كثير من البكتيريا اللي تكون انترا سيلولار باراسايتس، يعني متطفلة إجبارية، بس لها علاجات خاصة بها وما عندنا مشكلة، يعني ممكن نعالجها. دكتورة هي تكون بحالة تطور دائم، بالضبط، هي هاي يعني مثل الفيروسات. فيروس كورونا من نحدث نفسه، أنه بالضبط مرات حتى العلاج ماله يختلف، تمام. فنحن ما نعرف يا سترين صاب الإنسان. تمام، كون انه هاي الفيروسات بحالة تطور مستمر، هاي الفيروسات لها القابلية على ان تحدث طفرات وراثية بصورة مستمرة. هل الطفرات الوراثية هذه تمنعنا من أن نتوصل للعلاج؟ لاحظوا هسه فيروس كورونا هيك هسه مرحلة أنه أنتجوا له لقاح والسلالة الجديدة ظهرت، مبدئيا ما توصلوا بعدها لأن السلالة الجديدة راح يمشي مع هذا اللقاح أو ما يمشي معها. قسم من الدراسات تقول أوكي ممكن نمشي نفس اللقاح، قسم منه لا نفذ هذه العملية، بس هذا موضوع بعد وقت الدراسة. لاحظوا أنه فيروس الإنفلونزا، الإنفلونزا فيروس سنويا سنويا ينزل لقاح جديد بإنفلونزا فيروس. ما ممكن أنه تستخدم أنت هالسنة تلقيح إنفلونزا بنفس الفيروس اللي كان لقحوا بينه عام الأول،
كون أنه الفيروس بشكل مستمر يحدث نفسه وينزل سلالات جديدة من نفسه، ولهذا اللقاحات أو العلاجات اللي أنتجتها العام الماضي مو ممكن تمشي مع اللقاحات أو العلاجات اللي أنتجتها بهذا العام، ولهذا غالبا الفيروسات يستخدمون له لقاحات ما يستخدمون له علاجات. بس حتى اللقاحات ما ممكن أنت تستخدمها كون أنه الفيروسات بحالة تطور مستمر وبحالة حدوث طفرات مستمرة. الأنتيبايوتكس شرحناها هوني، ما نريد نطول بها حتى يعني نعبر المحاضرات الأخرى إن شاء الله. فكل نوع من الأنتيبايوتكس هو القابلية على أن يعالج أنواع محددة من الخلايا البكتيرية أو الخلايا الفطرية. أحيانا نوع واحد من الأنتيبايوتكس يعالج نوع واحد من الخلايا البكتيرية. ممكن نصنف الأنتيبايوتكس تصنيف آخر، اللي هو الأنتيبايوتكس اللي يكون واسع الطيف، يعني اللي هو القابلية على أن يقضي على عدد كبير من المايكرو أورجانيزمز أو من البكتيريا، أو ممكن يكون ضيق الطيف اللي هو القابلية على أن يقضي على أنواع جدا محدودة، أو أحيانا يكون نوع واحد من الخلايا البكتيرية. غالبا الأطباء يلجؤون لعلاج الخلايا البكتيرية باستخدام الضيق الطيف، كون أنه الضيق الطيف السايد إفكتس بالنسبة له أقل من البرود سبيكترم، من الواسع الطيف، حتى يتجنبون هاي العملية. بس عندنا بعض الأمراض اللي مو ممكن تشخيصها، أو أحيانا نواجه يحتاج لنا وقت طويل لحتى أن نشخصها، مثل الأمراض البكتيريمية، أمراض السبتسيمية. هاي الأمراض تحتاج لوقت طويل حتى تشخصها، كون أنه احتمالية أنه تلقط الخلية البكتيرية وتشخصها عملية كلش يعني معقدة. فنلجأ لاستخدام المضادات اللي تكون واسعة الطيف حتى قدر الإمكان نحاول أنه نقضي على عدد هائل من الخلايا البكتيرية فترة محدودة. يعني نحن ما عد الإنسان ما حق التجارب نعطينه أنتيبايوتكس وما نعرف هل أنه دي يمشي معانا أو ما دي يمشي معانا، فيفضل أنه نستلحقه بعلاج قوي بفترة محدودة، فترة زمنية محدودة، حتى قدر الإمكان نحاول نتغلب على المرض قبل أنه يتطور المرض ويصل حالة السيبسس ويصل حالة السيبتيك شوك، أو أحيانا يتطور المرض ويؤدي إلى الوفاة. حسب نوع المرض، بعض الأمراض اللي نقدر نشخصها ممكن نستخدم علاجات ضيقة الطيف، وأمراض أخرى اللي ما ممكن نشخصها أو يحتاج لوقت بالتشخيص فنلجأ لاستخدام العلاجات الضيقة الطيف، أو عفوا الواسعة الطيف. أنواع الأنتيبايوتكس مثل ما ذكرنا، الأنتيبايوتكس ممكن ينقسموا إلى تقريبا 7 جروبات رئيسية أو 8 حسب المصادر اللي نعتمدها. طبعا الجروب الأول اللي هو بنسلينات، البنسلينات من المضادات الحيوية اللي نوعا ما تكون واسعة الطيف واللي مستخدمة بشكل كبير. البنسلينات هي من المضادات الحيوية اللي تعمل على الجدار الخلوي، ولهذا يفضل استخدامها للجراثيم الموجبة لإصابة الجراثيم. نوعا ما تأثيراتها الجانبية بسيطة، تتراوح من الألرجيك والراش والدياريا والنوسيا اند ابتومينال بين انواع من البنسلينات الادنى، هي الاموكسيلين والامبسلين والبنسلين جي والبنسلين بي. سيفالوسبورينات ايضا هو من المضادات الواسعه الطيف نوعا ما، ايضا من مضادات البيتا لاكتام اللي يعمل على الجدار الخلوي. انواع اخرى من الانتيبايوتكس هو الماكروليتس. الماكروليتس تأثيراته الجانبية يختلف هذا عن مضادات البيتا لاكتام، الماكروليتس يعمل بالغالب على أجزاء أخرى من الخلية. تأثيراته الجانبية نوعا ما أكثر، أيضا يسبب الألرجي، يسبب آلام بالمعدة والتقيؤ والإسهال. الكلوريون أيضا تقريبا نفس الأعراض الجانبية بالنسبة للمضاد الحيوي السابق، ولكن هو من المضادات الحيوية نوعا ما تكون أقوى، يستخدم لعلاج الحالات اللي ما ممكن استخدامنا علاجات المضادات الحيوية السابقة، كون إما يعاني الشخص من حساسية ضد هذه المضادات الحيوية أو احتمالية أنه عالجنا بها وما جابت أي نتيجة، فنلجأ لاستخدام المضاد الحيوي الكلوروكوينون. بس هو ما الخيار الأول بالعلاج، كون أنه التأثيرات الجانبية نوعا ما أقوى من التأثيرات الجانبية للمضادات الحيوية الأخرى. السلفوناميد يعتبر من المضادات الحيوية اللي تكون مثبطة لنمو الخلايا البكتيرية وليست قاتلة، ولهذا ممكن الجهاز المناعي يقوم بعملية قتل هاي الخلية البكتيرية. فقط السلفوناميد يوقف
نمو الخلية البكتيرية، أي أنه يمنع من التضعف. التتراسايكلينات أيضا هي من المضادات الحيوية الموقفة لنمو، اللي تكون بكتيريوستاتيك موقفة لنمو الخلايا البكتيرية. بس التتراسايكلين من المضادات الحيوية المستخدمة بقوة، التأثيرات الجانبية ما جدا قوية، تتراوح من سنسيتيفيتي صان سنسيتيفيتي وستوميك بين، أو احتمالية أن يصاب الشخص باليست انفكشن اللي هي الإصابة بالخمائر. ولكن نوعا ما تأثيرات جانبية أقل من التأثيرات الجانبية لباقي أنواع المضادات، ولهذا يستخدم بكثرة، ويستخدم لعلاج حالات مرضية جدا واسعة. عندنا مضادات حيوية أخرى ما اندرجت ضمن جروبات معينة، فقط منعزلة. المثال عليها هي المترونيدازول، هي من المضادات الحيوية المستخدمة لعلاج الفطريات، ممكن أنه تستخدم لعلاج الخلايا البكتيرية أيضا. أوكي، مثل ما ذكرنا المضادات الحيوية إما تعمل على قتل الخلية البكتيرية عن طريق تستهدف الغشاء السيتوبلازمي، أو تستهدف الجدار الخلوي، أو تستهدف الدي إن إيه أو الآر إن إيه، بالإضافة إلى أن لها القابلية على أن تحدث عملية بناء البروتين، أي أنه تتداخل مع فعالية الريبوسومات. طريقة الإعطاء، إما إعطاء فموي، أو إما إعطاء حقن، أو إعطاء عن طريق مراهم. طلاب، إذا ما أكو شيء خلينا نعبر هاي المحاضرة حتى نعبر عن المحاضرات الأهم. إذا ما عندكم شيء، إذا عندكم شيء تفضلوا. طلاب ثواني وأكون معكم. هسه نبدأ بالبكتيريا ريزيستنت.
ألو ألو، نعم دكتور، ألو. أوكي طلاب، هسه نبدي موضوع البكتيريا الريزيستنت أو المقاومة البكتيرية. فضلوا يعطيني خد نبذة مختصرة عن المقاومة البكتيرية بصورة عامة، أو إيش سبب المقاومة البكتيرية، أو إيش وضع الخلية المقاومة للمضادات الحيوية. اللي عنده جواب خليه يفتح مايك ويتفضل. الطلاب اللي عنده جواب خليه يتفضل. ايش هي المقاومة البكتيرية للمضادات الحيوية؟ ايش مضارة على الصحة؟ ايش مضار، لا مضارة عفوا، على البيئات بصورة عامة مثل بيئة المستشفيات؟ ايش طورت هاي الخلية البكتيرية مقاومة للمضادات الحيوية؟ كيف تطورت؟ ليش بكتيريا مقاومة لمضاد بكتيريا أخرى مقاومة للمضاد الحيوي؟ فعندنا مجموعة أسباب لهاي الحالة. اللي يعطي الجواب خليه يتفضل. دكتور، هي من خلال تطور مادة الغشاء مع ضد الأنتيبادي، تطور هي تطور نفسها، وطورت نفسها لمن الشخص المريض ما ياخذ علاج كامل بصورة، يعني بصورة كاملة يقطع عن العلاج. بس الفقرة الأولى اللي ذكرتها مع الأنتي بودي إيش كانت؟ عيدة بلا زحمة؟ يعني ايش تطور الغشاء ماله او تطور نفسه ضد الأنتيبادي؟ لا لا لا، الأنتي بودي ما له علاقة بالمقاومة من المضادات الحيوية. الأنتي بودي بعيد عن هذا الموضوع. المقاومة للمضادات الحيوية حدثت نتيجة أنه الخلية البكتيرية طورت نفسها من خلال إحداث طفرات وراثية. هل الطفرات الوراثية هاي اللي أحدثتها الخلية البكتيرية هي اللي مكنتها على أن من أنه تقاوم مضادات حيوية معينة؟ ما بس طفرات وراثية، الطفرات الوراثية بالإضافة إلى جزيئات عندنا تسمى البروفيج. البروفيج اللي هي عبارة عن فيروسات، هاي الفيروسات لها القابلية على أن تصيب الخلايا البكتيرية، لها القابلية على أن تنتقل من خلية بكتيرية إلى خلية بكتيرية أخرى. بالغالب هاي الفيجات تكون تحمل طفرات، تحمل عفوا الجينات المسؤولة عن مقاومة المضادات الحيوية. فلو انتقل هذا البروفيج من خلية بكتيرية إلى خلية بكتيرية أخرى، هو اوريدي يحمل الجين المقاوم للمضاد الحيوي، فراح ينقل للخلية البكتيرية الجديدة الجين المقاوم للمضاد الحيوي، وبالتالي راح تقاوم الخلية البكتيرية هالمضاد هذا. هل الخلية البكتيرية هذه راح تدخل جسم الكائن، راح تنمو وتتضاعف وتنقسم تنتشر لبيرسون آخر، فبالتالي الشخص الآخر راح يستقبل النسخة الجديدة من البكتيريا اللي هي اوريدي قاومت المضادات الحيوية نتيجة امتلاكها إما للبروفايج أو حدوث طفرات وراثية على مستوى الدي إن إيه بالنسبة للخلية البكتيرية مكنتها من أن تقاوم هذا المضاد الحيوي. بالغالب المضادات الحيوية المقاومة هي تكون أكثر شراسة وتكون أكثر قساوة من ناحية العلاج، كون أنه ما راح تقدر أنت تعالجه. كثير من الأحيان تقاوم الخلية البكتيرية أكثر من نوع واحد من المضادات الحيوية، فراح تفشل احتمال بأول نوع من العلاج، تفشل بثاني نوع من العلاج. هذا طبعا كله يعتمد على أنه أنت لو عملت اختبار susceptibility test راح تتخلص من هاي المشكلة. بس أحيانا كثير من الأحيان أنه الشخص ما يراجع مستشفى، يبدي ياخذ علاجات منه بينه بدون ما يراجع مستشفى وبدون ما يتحدد له نوع العلاج المناسب. هذا الشيء كله راح يزيد مقاومة الخلية للمضادات الحيوية، بالإضافة لهذا راح يخليك تستخدم أكثر من نوع من العلاج كتجربة، هذا ما رهم ممكن يرهم علاج ثاني. هذا الشيء كله راح يزيد من نوع المقاومة للمضادات الحيوية، بالإضافة للتأثيرات الجانبية للمضادات الحيوية، بالإضافة للتكاليف اللي هيتحمل الشخص. هذا كله طريق ممكن نختصره بإجراء اختبار الحساسية بحسب نوع الإصابة اللي أنت مصاب بها. الريزيستنت مايكروبس ار مور ديفيكلت تو تريت ريكوايرينج، يحتاج هاي دوز بالإضافة إلى الترناتيف ميديكيشن، احتمالية أنه تحتاج علاج آخر لاستخدامه حتى تقضي على الخلية البكتيرية. بالإضافة لهذا راح يكون احتمالية تكون مور توكسيك من العلاج السابق اللي ممكن أنت تستخدمه.
شوي راحت الشاشة من يمكن ما ترى. اوكي. المقاومة للمضادات الحيوية، أشياء ممكن تتطور المقاومة للمضادات الحيوية مثل ما شرحتوها بالوقت الحالي، هو إنه أنت هون عندك خلية بكتيرية استخدمت لها علاج مناسب، هالعلاج المناسب دخل للخلية البكتيرية، هو القابلية على أن يقضي على كل أنواع الخلية البكتيرية، جايز خلية واحدة بكتيرية امتلكت الطفرة الوراثية تمكنت من أنه تنمو داخل الوسط وتتضاعف وما تتأثر بالعلاج المستخدم، هالبكتيريا هذه بعد هذا راح تتضاعف وراح تنتقل إلى أشخاص أخرى، إذا تعالجت بنفس العلاج راح تكون مقاومة للعلاج الحيوي وبالتالي ما راح تقدر من أنه أنت تقضي عليها. المقاومة للمضادات الحيوية بصورة عامة ممكن تنشئ الخلية البكتيرية عن طريقين، الطريق الأول هو stop the antibiotics from reaching its target at a high enough concentration. الطريقة الثانية modify or bypass the target that the antibiotic acts on. Over time, bacteria have evolved many different antibiotics resistance strategies to complication to accomplish this. يعني إما أنت توقف إما الخلية البكتيرية توقف الانتيبايوتكس من انه يوصل لمنطقه الهدف، او احتماليه تعمل بعض التحويرات على منطقه الهدف او على الانتيبايوتك نفسه فبحيث تلغي فعاليته وتلغي تاثيره. فناخذ حصه الانتيبايوتكس، هاي طلاب من الامور المهمه اللي ضمن موضوع المقاومه للمضادات الحيويه. الانتيبايوتكس النقطه الاولى اللي هي stop the antibiotics from reaching its target. نمبر 1 ضخ هذا المضاد الحيوي، بعض انواع الخلايا البكتيريه لها القابليه على ان تطور مواد بروتينيه، هالمواد البروتينيه اللي موجوده داخل الخليه لها القابليه على ان تضخ تعمل كشنلات على سطح الخليه البكتيريه على الغشاء السيتوبلازمي، هالشنلات هذه لها القابليه على انه تمسك المضاد الحيوي اذا دخل داخل الخليه وتضخه للخارج. نفس المضخات الخلوية اللي تستخدمها الخلية البكتيرية حتى تضخ التوكسينات خارج الخلية أو تضخ الأنزيمات، راح تمسك الأنتيبايوتكس وتضخه خارج الخلية، إذا دخل الأنتيبايوتكس وانضخ خارج الخلية راح ينفق التأثير 100%، فراح يخرج خارج الخلية وما كان ما راح يصير له أي تأثير سلبي للخلية البكتيرية. المضخات هذه نفسها الخلية البكتيرية ممكن تطورها من خلال الطفرات اللي تجري على الدي ان اي. الآلية الثانية اللي ممكن تستخدمها الخلية البكتيرية حتى تقلل من تأثير المضاد هي decrease permeability of the membrane that surrounds the bacterial cells، تخفض من النفاذية بالنسبة للغشاء السيتوبلازمي حتى تمنع وصول أكبر كمية ممكنة من الأنتيبيوتكس لداخل الخلية. النقطة الثالثة هي destroy the antibiotics، بعض الخلايا البكتيرية لها القابلية على أنه تنتج إنزيمات، هالإنزيمات هذه تقضي على فعالية الأنتيبيوتكس. المثال على هذه الحالة ذكرناها عدة مرات، المثال عليها هو مضادات البيتا لاكتام اللي هي البنسلينات والسيفالوسبورينات. البنسلينات والسيفالوسبورينات تمتلك هالمضادات الحيوية مادة فعالة داخل جزيئة الأنتيبيوتكس تسمى بالبيتا لاكتام رينج، حلقة البيتا لاكتام. هل بيتا لاكتام رينج لها القابلية على أنه تتحطم بفعل إنزيمات البيتا لاكتاميز؟ من ينتج إنزيمات البيتا لاكتاميز؟ الخلية البكتيرية. بعض أنواع الخلايا البكتيرية إذا كان لها القابلية على إنتاج إنزيمات البيتا لاكتاميز، هل بيتا لاكتاميز هذا راح يقضي على حلقة البيتا لاكتام رينجز وبالتالي راح تحطم المادة الفعالة ضمن الانتيبايوتكس البنسلينات والسيفالوسبورينات وبالتالي راح يفقد المضاد الحيوي فعاليته وما راح يتمكن من القضاء على الخلية البكتيرية. النقطة الأخرى اللي هي modify the antibiotics، بعض الخلايا البكتيرية لها القابلية على أن تضيف جزيئات كيميائية على جزيئة الانتيبايوتكس أو جروبات chemical groups على جزيئة الانتيبايوتكس، فبالتالي راح تغير من تركيب هذا الانتيبايوتكس راح تغير من فعاليته، اذا غير تركيب الانتيبايوتكس ما راح يتمكن هذا الانتيبايوتكس من انه يتعرف على موقع الهدف بالنسبه اللي هو، فبالتالي راح تنفقد فعاليته.
وهذا الشكل يوضح لك تقريبا كل الكلام اللي حكيتونه، من ناحية انه ديستروي ذا انتي بايوتكس. هذا ايضا هذا الشكل يخص الكلام السابق ويخص الكلام الجاي ان شاء الله. نقصان البوم بالإضافة إلى decreased uptake، تقليل الكمية المضادات الحيوية اللي راح تدخل داخل الخلية. بعض المضادات الحيوية ممكن تتداخل مع الرايبوسومات أو مع الـ DNA أو مع الـ RNA، فالمقاومة تحدث بهالمنطقة هذه أنه تغير من فعالية أو من تركيب الـ DNA، يضيف له جزيئات كيميائية على هالتراكيب هذه، راح تمنع وصول المضاد لهالمنطقة هذه. فالنقطة الثانية اللي راح ناخذها اللي هي موديفاي، إما تغير أو باي باس ذا التارجت أوف ذا أنتيبايوتكس. كاموفليك ذا تارجت، الكاموفليك ذا تارجت اللي هي تشينج إن ذا كومبوزيشن أوف ستراكشر أوف ذا تارجت، تغير موقع الهدف مثل ما ذكرنا، تغير موقع الهدف إما على الدي إن إي أو على الرايبوسومات، فراح تغير موقع الهدف على جسم الخلية البكتيرية، فراح تمنع وصول الانتيبايوتكس او راح تمنع تعرف الانتيبايوتكس على موقع الهدف بالنسبه للخليه البكتيريه. او اكسبريس الترناتيف بروتين، بعض الخلايا البكتيريه لها القابليه على انه تشفر لبروتينات اخرى غير البروتينات اللي ممكن يستهدف الانتيبايوتكس. فمثلا عندنا انتيبايوتكس له القابليه على استهداف بروتين مثلا البكتيريوسين بالخليه البكتيريه الستريبتوكوكس. الخلية البكتيرية الانتيبايوتكس راح يستهدف هذا البروتين، الخلية البكتيرية ايش راح تعمل؟ راح تنتج بروتينات اخرى مشابهة لتركيب الستريبتولايسين ويعمل بنفس وظيفة الستريبتولايسين، فبهالحالة الخلية البكتيرية ما راح تتأثر. خلي الانتيبايوتكس يستفاد من البكتيريوسين ويحطمه، عفوا الستريبتولايسين ويحطمه، بالمقابل هي عندها ستريبتولايسين اخر وفعال ويقوم بوظيفته وما يأثر على حياة الخلية البكتيرية. النقطة الأخرى هي ريبروجرام تارجت، بعض الخلايا البكتيرية لها القابلية على أن يعني تعمل ريبروجرام على موقع الهدف بالنسبة للخلية البكتيرية. هذا المثال موجود بالخلايا البكتيرية اللي تكون مقاومة لمضاد الفانكومايسين، فاللي يعمل على السيل وول، فراح تغير من الخصائص الموقع الهدف للمضاد الحيوي، فبالتالي ما راح يتعرف الانتيبايوتكس او ما راح يقدر يعمل انتراكت ما بين الانتيبايوتيك وما بين الهدف بالنسبه للخليه البكتيريه. المقاومه هاي بالنسبه للخليه البكتيريه اللي تمتلكها تسمى كلها بالكامل acquired resistance. عندنا مصطلح اخر ظهر عندنا بالمحاضره هو الانترستيك ريزيستنس. انترستيك ريزيستنس، أسامة محمد قادر تسمعنا أسامة؟ نعم دكتور. تقصد بمصطلح الانترستيك ريزيستنت. مصطلح الانترنستيك ريزيستنت، الانترنستيك ريزيستنت بعض انواع هذا، وتفضل اسامه. بعض انواع الخلايا البكتيريه هي اوريدي تكون فاقده للجدار الخلوي، مثلا مثل خلايا المايكوبلازما. خلايا المايكوبلازما هي من الخلايا البكتيرية اللي ما تمتلك جدار خلوي، تمتلك فقط غشاء سيتوبلازمي. هل غشاء السيتوبلازمي هذا يكون بخصائص طبعا تختلف عن خصائص الغشاء السيتوبلازمي البكتيرية الاعتيادية. فهل غشاء السيتوبلازمي هذا راح يمكن الخلية البكتيرية ويوفر لها الحماية والدعم اللازم حتى انه تنمو وتتضاعف وما يعني ما تفقد حياتها؟ بس هل الخلية هذه فاقدة للجدار الخلوي؟ هي اوريدي فاقده للجدار الخلوي، فاذا استخدمت له مضادات حيويه تعمل على الجدار الخلوي للبكتيريا سواء الموجبه او السالبه، ما راح يتمكن المضاد الحيوي من انه يعمل بهالموقع هذا او بهالاصابه هذه، فبالتالي راح يفشل العلاج. هذا فيما يتعلق بالانترنستيك ريزيستنس، يعني مقاومه طبيعيه. يعني هي الخليه البكتيريه اوريدي
كانت مقاومة للمضاد الحيوي، بس هاي مقاومتها طبيعية، ما اكتسبتها أو ما اكتسبتها عن طريق طفرة وراثية، هي كانت أصلا مقاومة للمضادات الحيوية. الموضوع الثاني اللي قلت لكم هو راح تاخذونه ان شاء الله بالعملي، ما اخذتموه الانتي مايكروبيال سستبلتي تيست، اخذتموه لو بعد يمكن اجلته على الكورس الثاني. طلاب الانتي مايكروب سستبلتي تيست اخذتموه؟ اوكي، هي اصلا قاعده اجلوا على الكورس الثاني. اوكي خلاص، فالانتي بايوتكس سستبلتي تيست ان شاء الله راح تاخذونه، بس انا دخلت له ضمن المحاضره حتى يكون عندكم فد فكره عنه، كون انه الديليوشن تيست هي من اكثر الطرق المستخدمه لتحديد حجم الجرعه المناسبه لاستخدام الانتي بايوتكس، ويشار له بمختصر الميك اللي هي مينيموم انهبيتوري كونسنتريشن، مينيموم انهبيتوري كونسنتريشن اللي هو اللور، اللي هو اللوز level that inhibits the visible growth of organism is considered minimum inhibitory concentration. هاي الطريقة الأولى المستخدمة. الطريقة الثانية هي طريقة الكيربي باور أجارد فيوجن ميثود، اللي تعتمد على الأقراص وحجم القرص وكمية الأنتيبيوتكس الموجودة في كل قرص. موجود بالصورة أمامكم موضح. نور عباس تسمعين؟ نور، نور نعم دكتورة. عيني الشير بالنسبة للشاشة أمامك واضح؟ ايه دكتورة واضح. واضح. هسه تخلي أقلك هذا الطبق الأول اللي أنا مأشر السهم علينا، خلي لي أيوة مضاد حيوي، هذا المضاد الحيوي اللي أنا مأشر علينا، البكتيريا مقاومة له حساسة اللي هو اللي أنا مأشر علينا. نور اللي على اليمين، انا مأشرة عليه، ما واضح تأشير الماوس اللي على اليمين، طبق على اليمين. ايه الماوس ما واضح امامك؟ نور دكتورة هاي مقاومة لها. الماوس واضح امامك؟ ايه دكتورة واضح. الماوس واضح امامك؟ هاي مقاومه الخليه البكتيريه لهذا المضاد؟ لا دكتورة ما مقاومة، لأن أخذت من الأنتيبايوتيك. شلون يعني اخذت من الانتيبايوتيك؟ هديل احمد، هديل نعم دكتورة، نعم ايه دكتورة، عيني، هسا الماوس واضح امامك؟ وين مأشرة انا بالماوس؟ نعم دكتورة. ايه، هذه البخلية البكتيرية مقاومة لو حساسة للمضاد؟ لا دكتورة هاي حساسة، لأن صارت الزوم نعم، حساسة هذه، شلون عرفتي حساسة للمضاد؟ لأن أكو جرين زون. لا، بغض النظر عن اللون، هذاك مال أوكي، إنه الستافيلوكوكس. ايه، دكتورة على لأن مود أكو يعني الزون موجودة حوالين حوالين الأنتيبايوتيك، يعني إنه هي يعني أخذت من الميديا اللي موجودة بها البكتيريا، يعني قتلت البكتيريا الموجودة بهاي الزون. بالضبط، ما لها علاقة اشنو اخذت، ما اعرف هذا المصطلح اللي استخدمتم، اشنو اخذت من الانتيبايوتكس، ما اكو شيء اسمه اخذت من الانتيبايوتكس. هذا الزون يمثل قتل الخلايا البكتيرية بهالمنطقة هذه، هتلاحظون انه الطبق كلته بينه نمو، بينه نمو، هاي اللون الضبابي هذا نمو الخلايا البكتيرية، والطبق كله بينه اقراص لخلايا بكتيرية. المنطقة اللي انا اشرت عليها ظهر حول القرص زون، هذا الزون خالي دومداغات القرص، منطقة خالية تماما من النمو الميكروبي، معناتها هذا الانتيبايوتكس كان فعال لعلاج هذا النوع من الخلايا البكتيرية، كون انه هاي الخلايا البكتيرية كانت حساسة لهذا النوع من الانتيبايوتكس. وتلاحظون انه هذا القرص اللي مأشرة علينا هو ظهر حوله
منطقة زول. القرص اللي مأشر حاليا أنا علينا، هذا القرص نسمينه بكتيريا مقاومة. هذا عفوا القرص للمضاد الحيوي، هذا النوع من الخلايا البكتيرية. طبعا هو الطبق كله مزروع نوع واحد من الخلايا البكتيرية، ولكن المضادات الحيوية اللي هي اللي عم تختلف. فالقرص الثاني من المضادات الحيوية، الخلية البكتيرية كانت مقاومة للنمو، ولهذا ما تلاحظون ظهر أي تثبيط للنمو حول منطقة القرص. تثبيط للنمو وليس أخذت من الميديا، تثبيط لنمو الخلايا البكتيرية حول منطقة الأنتيبايوتكس أو حول القرص للأنتيبايوتكس، اللي يعني حسب ما أبو المختبر يسمينه، إما ينطينه بشكل أحرف، إما يكون هذا هاي الأقراص كلها، إما تكون تراكيز مختلفة لأنتيبايوتكس واحد، أو تكون أنواع مختلفة من الأنتيبايوتكس حسب ما يحتاج المختبر للبحث. دكتور العفو، يعني أخذت مساحة من الميديا، هي الأنتيبايتك أخذ مساحة من الميديا الموجودة بها، يعني هذا القصد من لا 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 أخذت لا لا لا، ما حتى ماكو شيء اسمه أخذت مساحة. هو الأنتيبايوتكس ما دائما أدوارها، نعم قتلت البكتيريا دائما أدوار قتلت الأنتيبايتك. قتلت بالضبط. هو هذا الأنتيبايوتكس ينتشر بالميديا، هو كل الأقراص انتشر الأنتيبايوتكس بالميديا، كل الأقراص ما بس بهذا القرص، بس المنطقة اللي قتلت بها الخلية البكتيرية هي اللي منطقة الزون اللي ظهرت حول الأنتيبايوتكس الحساس للأنتيبايوتكس النوع الحساس البكتيريا اللي هو، ولهذا يعني هو كل الأنتيبايوتكس انتشر بالميديا، بس الزون يظهر حول الأنتيبايوتكس اللي كانت الخلية البكتيرية حساسة اللي هو. بس إذا تلاحظوا القرص اللي حاليا أنا مأشرة عليه، القرص الثالث اللي مأشرة عليه، هذا القرص نوعا ما القتل كان أقل من القرص الأول اللي هو هذا، هذا القرص أقل، فالأنتيبايوتكس بهالحالة يعني ما كلش فعال لقتل الخلايا البكتيرية. فعسى أي مختبر تفوت علينا ولو عمل هالتجربة هذه راح يختار القرص الأول اللي حددناه الإشارة علينا، كونه أكثر مضاد حيوي كان فعال لعلاج الخلايا البكتيرية هذه اللي عندنا. فغالبا ينخذ أكبر زون، أكبر زون. طبعا نستثني من هذا الكلام العلاجات اللي تكون خطرة أو بها تأثيرات جانبية قوية، أو اللي كان إذا كان الشخص حساس لهذا النوع من المضادات الحيوية، هاي كلها أمور يعني مع المختبر، يعني المريض مع المختبر ينجز بها. بس كدراسة حاليا إذا عم نحكيها كدراسة، هو عادة المضاد الحيوي الفعال هو اللي يظهر حوله أكبر منطقة زون أو أكبر منطقة خالية من النمو الميكروبي. طلاب إذا عندكم سؤال استفسار تفضلوا قبل ما نبدأ بالمحاضرة السابعة. طلاب سؤال استفسار. أوكي، لكن نبدأ بالمحاضرة السابعة إن شاء الله. المحاضرة السابعة كانت من المحاضرات طبعا السهلة، ما معقدة وما صعبة، يمكن محاضرة المضادات الحيوية كانت أصعب بالنسبة لكم، بس المحاضرة السابعة كانت عن الستريبتوكوكال انفكشن. ستريبتوكوكال انفكشن، خلي شوية أنتم خذوا لكم وقت إنه أنتم تجاوبون. مينا محمد، مينا نعم دكتورة، عيني مينا، احكي لي عن الستريبتوكوكال انفكشن، ايش تعرفين عنه، ايش ممكن الامراض اللي تسببها، ايش هي وصفاتها، كيف دكتورة يفهمها. تخصصين ستريبت للستاف. عفوا ستافيلوكوكس انفكشن، ستاف اي دكتورة، هي جرام بوزيتيف نعم وتسبب تكون كروية، بالضبط. والباثوجين يعني الأكثر سترين باثوجين مالتها هو الستاف أوريوس، بالضبط. وبعد تسبب يعني إصابات متعددة إصابات متعددة مثل وتكون أي نوع من الإصابات مثلا ممكن تسببها؟ مثلا الله ما أتذكر صراحة. مثلا الفود بويزنينج، هذا مثال على نوع الإصابات اللي ممكن تسببها. أوكي،
كملي ذاتك بعد معلومات عنها، ايش تمتلك انزيمات توكسينات. والله ما اتذكرت كثير صراحة. هذا وهذا وشكرا جزيلا، هذا هو جوابك كفاية. الستافيلوكوكس الطلاب مثل ما تعرفون هي من الجراثيم الطبيعية التواجد على الجلد، من الجراثيم اللي تكون نورمال فلورا على الجلد، ولكن هاي الجراثيم إذا انتقلت إلى أي منطقة أخرى خارج الجلد أو إذا نفس الجلد تعرض لإصابة معينة ممكن تتحول إلى بكتيريا ممرضة. إذا دخلت للجهاز الهضمي اوريدي راح تسبب فود بويزنينج، إذا دخلت للفم راح تسبب التهابات بالفم واللثة، إذا دخلت هي أصلا كنورمال فلورا بالفم موجودة أصلا كنورمال فلورا بالفم، بس بحالات مرضية معينة ممكن تتحول إلى بكتيريا ممرضة، تتحول من بكتيريا نورمال فلورا إلى بكتيريا ممرضة. بالجهاز البولي ممكن تسبب إصابات، بالجهاز التنفسي ممكن تسبب إصابات، يعني من البكتيريا الخطرة تمام تتواجد كنورمال فلورا بس ممكن نعتبرها من البكتيريا الخطرة اللي موجودة داخل الجسم. فتقريبا تمتلك 30 سترين موجودة من هذه النوع من الخلايا البكتيرية، هي من الجراثيم مثل ما ذكرت زميلتكم الموجبة لصبغة جرام، غالبا تكون هوائية من الجراثيم الهوائية اللي ما تحتاج لسي أوتو لغرض التنمية. يعني هاي الصفات العامة بالنسبة للخلية البكتيرية ذكرتها زميلتكم. تظهر بلون ذهبي تقريبا على وسط البلود أجار، هاي صفة مميزة بالنسبة لها، لها القابلية على أن تسبب هاي الانفكشن. بالنسبة للخلية البكتيرية هي السكين، على السكين تسبب الابسس، بالبريست تسبب الماستايتس، بالدايجستيف سيستم تسبب الفود بويزنينج، وبالعظام تسبب الاوستيوميلايتس اللي هو التهاب العظام. باللنج تسبب النيموني أيضا، وبالبلود ستريم ممكن تسبب السبتيسيميا أو تسبب التوكسيك شوك سيندروم اللي هو أخذناها نحن التوكسيك شوك سيندروم اللي هو من مضاعفات السيبسيس اللي تتطور بعد حدوث عملية البكتيريميا وبعد حدوث السبتيسيميا. اوكي، من هم الاشخاص الاكثر عرضه للاصابه بالستافيلوكوكس او ستافيلوكوكس اوريوس؟ هم عن طريق الانجكت دراج اللي يتعاطون العلاجات عن طريق الانجكشن عفوا، الاشخاص الراقدين بالمستشفيات او المرافقين للمرضى داخل المستشفيات، بالاضافه لمرضى الدايابيتس مرضى السكري، بالاضافه للمرضى المصابين باي اختلالات او اي اختلالات بالجهاز المناعي أو ضعف في الجهاز المناعي، كذلك البريست فيدي، بالإضافة إلى الكونجينيتال هارت ديفكت أي مشاكل أو أي إصابات أو اختلالات بالقلب. Okay, how do people get a staph infection؟ مثل ما ذكرنا هي من الجراثيم طبيعية التواجد على الجلد، بس أي ضرر ممكن يصيب الجلد راح تنتقل الجرثومة لداخل الجسم، فعن طريق السكين انفكشن، بالإضافة للفود بويزنينج راح تنتقل عن طريق الجهاز الهضمي وتسبب المرض. توكسيك شوك سندروم مثل ما ذكرنا عن طريق البكتيريميا والسبتيسيميا راح تدخل مجرى الدم وبالتالي راح تسبب الصدمة السمية. الماستايتس ايضا التهابات البريست ماستايتس، كذلك الاندوكارديتس اللي هي التهاب عضلة القلب. طريقة تشخيص هذا النوع من الجراثيم، الطريقة المثلى للتشخيص هي الزرع عزل العينة والزرع collection of specimen
حسب نوع المنطقة المصابة، سواء كانت جلد عن طريق السواب، مسحة عن طريق السواب، إذا كانت عن طريق إذا كانت بالجهاز التنفسي ممكن تحفيز السعال أو عمل سواب من الجهاز التنفسي الألوي، إذا كانت بالدم عن طريق البلد كلتشر مثل ما ذكرنا، فأخذ عينة من المنطقة المشكوك بإصابته. تشخيصه راح يعتمد على البلد كلتشر مثل ما ذكرنا، نوع الميديا المستخدمة بالبلود كلتشر، طبعا بعد عملية الجرام ستين وبعد عملية التصبيغ حتى نأكد أنه هي من الجراثيم الموجبة لإصابة الجرام، ممكن تظهر لك تحت الجرام ستين جراثيم بنفسجية اللون، أي أنه موجب لإصابة الجرام بشكل كروي. هذا الشيء راح يدعم لك نوعا ما أنه هي جراثيم ستاف أوريوس، بس حتى تأكد النتيجة ممكن تزرع الخلية البكتيرية على وسط المانيتول سولت أجار، هو من الأوساط الانتقائية لهذا النوع من الجراثيم، كونه يحوي على نسبة ملح تقريبا 7 إلى 9%، باقي أنواع الجراثيم راح تثبط بهالنسبة الملح هذه وراح تنقتل، فما راح يكون لها قابلية على أن تنمو، فراح تنمو الستاف فقط على هذا الوسط، وهو من الأوساط الانتقائية لهذا النوع من الجراثيم. المستعمرات مثل ما ذكرنا تظهر بلون تقريبا كولدن كولونيز. عندنا بعض الاختبارات الأخرى اللي هي الرابد دايجنوستيك تيست، فحوصات البي سي آر، هي من الفحوصات مثل ما ذكرنا الدقيقة 100% والفعالة، أو الاختبارات اللي تعتمد على تحديد التوكسينات اللي موجودة عندك. فمثلا بعض التوكسينات مثل التي اس اس تي 1 اللي هو اختبارات خاصة لغرض التشخيص، وهذا من التوكسينات اللي تنتج ستاف اوريوس، فهو من الاختبارات الجيدة لغرض تشخيص البكتيريا، بالإضافة لهذا الانتي مايكروبيال اساي ستاديز يجب عمله بعد كل إصابة حتى تأكد نوع العلاج اللازم أو نوع العلاج المناسب لهالنوع من الإصابة هذه، حتى تحدد العلاج اللازم وتقلل قدر الإمكان من مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية. طلاب إذا عندكم سؤال تفضلوا. هاي المحاضرة اليوم انتهت، إن شاء الله الريفيو نكملها بالمحاضرات القادمة، محاضرة واحدة بس بقى ما يمكن.